السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية سوماليلاند أقدم على حضراتكم نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. وزير وزارة الإعلام يشارك في مناسبة تبديل المناسب لجمعية سومتا. وزير إعادة الاستيطان سعادة أحمد عبدي كاهن يفتتح مركزا صحيا جديد بمنطقة تيغالا. اللجنة المحافظة على المال العام تعقد اجتماعا مقلق مع محافظ إقليم ساحل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. شارك اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي والمدير العام بالوزارة سعادة محمد آذن علمي الكعسي والمدير التلفزيون الوطني سعادة خضر حسن علي قاص، شاركوا في مناسبة تبديل المناصب بين المدير السابق لجمعية سولجا والمدير الجديد. شارك اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية سوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي، يرافقه المدير العام بالوزارة سعادة محمد آدن علمي ومدير عام للتلفزيون القومي بجمهورية سوماليلاند سعادة خضر حسن علي قاص ورئيس حزب أعد ومسؤولين بوزارة الإعلام وضيوف شرف آخرين في مناسبة أقامتها جمعية سولجا الوطنية للإعلام. هدفت هذه المناسبة لتسلم مدير عام للجمعية الذي تم اختياره مؤخرا السيد محمد عبدي شامع خلفا للمدير السابق السيد حسن محمد يوسف. وأقيمت هذه المناسبة في فندق المنصور في عاصمة هرقيسة. تحدث في بداية هذه المناسبة المدير السابق لجمعية سولجا الوطنية للإعلام السيد حسن محمد يوسف، أشار من خلال كلمته بإنجازات الجمعية منذ تأسيسها إلى الآن، وذلك من خلال دعمها للمؤسسات الإعلامية والصحفية في جمهورية سوماليلاند. كما هنأ أيضا المدير الجديد وحثه على مواصلة المشوار الذي بدأه أخلافه في هذه المؤسسة. وتحدث أيضا في هذه المناسبة مدير عام وزارة الاتصالات، أشار من خلال حديثه إلى أهمية جمعية سولجا في دعم الصحفيين والإعلانيين في جمهورية سوماليلاند. وتحدث أيضا مسؤولون آخرون في وزارة الإعلام والتوعية، أشاروا من خلال كلماتهم إلى أهمية التفريق بين مهنة الصحافة والإعلان والعصبية القبلية. وتحدث أيضا المدير العام الجديد لجمعية سولجا الوطنية للإعلام، تعهد من خلال حديثه بالالتزام بمهنة الصحافة وأيضا بالعمل جاهدا من أجل تطوير مستوى الإعلام في جمهورية سوماليلاند. وتحدث في نهاية هذه المناسبة وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي، أشار من خلال كلمته إلى الأهمية الكبيرة والدور الكبير التي تلعبه جمعية سولجا في تطوير مستوى الإعلام بجمهورية سوماليلاند، وشكر أيضا المدير السابق عن الإنجازات والأعمال خلال فترة عمله، وحث أيضا المدير الجديد بأن يقوم مهامه على أكمل وجه، وحث صحفيي سوماليلاند عامة بالمحافظة على مبادئ وآداب مهنة الصحافة بشكل عام. كما هنأ من خلال كلمته أعضاء جمعية سولجا الوطنية للإعلان على حسن اختيارهم لمديرهم الجديد، وأن وزارة الإعلام والتوعية سوف تقدم كل الدعم الكبير لهذه الجمعية. افتتح اليوم وزير وزارة إعادة الاستيطان بجمهورية سوماليلاند معالي أحمد عبد الله كاهن افتتح مركزا صحيا جديد بمنطقة ديقالة بعاصمة هرقيسة، وقد مولت هذا المشروع جمعية السنة الخيرية، وقد شارك في هذه المناسبة المدير العام بوزارة إعادة الاستيطان. افتتح اليوم وزير وزارة إعادة الاستيطان بجمهورية سوماليلاند معالي أحمد عبدي كاهن افتتح مركزا صحيا جديدا بمنطقة ديقالة بالعاصمة هرقيسة، وقد مولت هذا المشروع جمعية السنة الخيرية. وقد شارك في هذه المناسبة مدير عام بوزارة إعادة الاستيطان سعادة محمود جبريل يونس. وتحدث في بداية هذه المناسبة المدير العام بوزارة إعادة الاستيطان، أشار من خلال كلمته بأن مسؤولية وزارة
إعادة الاستيطان اتجاه كافة اللاجئين والنازحين والتي تعمل جاهدة وتقدم إليهم الخدمات منها الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب. كما أشار أيضا إلى أن هذا المركز الصحي ضمن الأعمال العديدة التي قامت بها الوزارة لخدمة النازحين، كما شكر هيئة السنة الخيرية على أعمالها الإنسانية. وتحدث مدير عام هيئة السنة الشيخ حسن عثمان، أشار من خلال كلمته إلى أهمية أولئك النازحين المسلمين 100%، ويجب مساعدتهم لما لهذه الأعمال من أجر وثواب عند الله. وتحدث أيضا في هذه المناسبة منسق وزارة الصحة لإقليم مرودي تشيح، أشار من خلال كلمته أن وزارة الصحة سوف تقوم بالإشراف على هذا المركز الصحي. كما تحدث مدير منطقة ديغالي سعادة حسن عبد الله ديغالي وسعادة محمد علي، أشاروا إلى المجهودات العظيمة التي قامت بها وتقوم بها وزارة إعادة الاستيطان اتجاه النازحين. كما تقدموا بالشكر إلى مسؤولي هيئة السنة الخيرية لما يقومون به من أعمال خيرية اتجاه المساكين والنازحين. وفي ختام هذه المناسبة تحدث بكلمة وزير وزارة إعادة الاستيطان معالي أحمد عبدي كاهن، أشار من خلال كلمته إلى سياسة رئيس حكومة صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم التي حققت العديد من المشاريع التنموية والأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على كافة المتضررين والمنكوبين. كما ناشد وزير وزارة إعادة الاستيطان ومسؤولي الأحزاب المعارضة بضرورة مساندة أولئك المتضررين وإفادة مواطني صوماليلاند. هذا وقد شارك في مناسبة افتتاح هذا المركز الجديد عدد كبير من المسؤولين وضيوف شرف آخرين. عقدت اليوم لجنة المحافظة على المال العام اجتماعا مقلقا مع محافظ إقليم ساحل سعادة فهمي عبدي في مقر مكتبه. عقدت اليوم اللجنة النوابية للمحافظة على المال العام اجتماعا مقلقا مع محافظ إقليم ساحل سعادة فهمي عبدي في مقر مكتبه. وبعد الاجتماع عقد كل من محافظ إقليم ساحل وأعضاء اللجنة النوابية للمحافظة على المال العام مؤتمرا صحفيا مشتركا للطرفين، حيث تحدثوا سويا لوسائل الإعلام. وتحدث في بداية المناسبة محافظ إقليم ساحل بكلمة أشار من خلالها إلى أنه تم تسوية القضايا العالقة بين اللجنة وإدارة إقليم ساحل والتي تم مناقشتها خلال اجتماع مطول. وتحدث أيضا رئيس اللجنة النوابية للمحافظة على المال العام سعادة محمد علي حرسي بكلمة لوسائل الإعلام مختلفة، قائلا أن محافظ الإقليم قد اعتذر عن بعض التصريحات التي قالها عن اللجنة والتي بالتالي تم الاتفاق عليها وتم إعداد بنود واتفاقيات مشتركة للوصول إلى حل للأزمة القائمة بين محافظ إقليم واللجنة النوابية للمحافظة على المال العام. وتم الاتفاق أيضا بقطع الشك باليقين من خلال تجديد المشترك للطرفين على بعض التصريحات التي كتبت عنهم الصحافة المحلية، والتقرير المشترك يتم تقديمه إلى مجلس النواب وسوف يحمل بين طياته العدالة والشفافية. عقد اليوم لقاء تاريخي موسع جمع بين اللجنة الدائمة المكلفة بالإشراف على الانتخابات ومسؤولي بالأحزاب السياسية الثلاثة. وعقد هذا اللقاء في عاصمة هرقيسة. عقد اليوم لقاء تاريخي موسع جمع بين اللجنة الدائمة المكلفة بالإشراف على الانتخابات ومسؤولي بالأحزاب الثلاثة القومية. وعقب هذا اللقاء عقده مؤتمر صحفي موسع لوسائل الإعلام. تحدث بداية سعادة جامع شيني مسؤول حزب كلمية، أشار من خلال كلمته إلى أن هذا الاجتماع كان فريدا من نوعه، فلقد تم الاتفاق من خلال انعقاد حول أمور هامة بالانتخابات. كما تحدث بكلمة سعادة بابا يوسف دعالي متحدث باسم حزب الوطني، أشار إلى أن هذا الاجتماع ولأول مرة تم الاتفاق من خلاله حول الميزانية انعقاد الانتخابات ووقت انعقادها. هذا كما تحدث بكلمة سعادة عبد الرشيد حسن متان مرشح حزب أعد، أشار إلى أن البنود الهامة التي تم الاتفاق عليها ولأول مرة كانت جيدة وبناءة. كما تم اطلاعنا على عديد مما قامت به حكومة كلمية خاصة بالعلاقات الخارجية. في لقاء خاص مع التلفزيون الوطني صرح المدير العام للمستشفى العام بعاصمة هرقيسة بأهم الإنجازات التي قام بها المستشفى العام خلال العام الماضي والأقسام التي تمت إضافتها. صرح اليوم مدير العام بمستشفى هرقيسة العام دكتور أحمد أسكر التلفزيون الوطني جمهورية صوماليلاند تصريحا تطرق من خلاله عن أهم الإنجازات التي قام بها المستشفى خلال العام الماضي والأقسام التي تم إضافتها إلى المستشفى. وتحدث المدير العام للمستشفى هرقيسة في مناسبة قائلا كان عام 2014 مليئا بالإنجازات من حيث تم افتتاح
عدة أقسام بالمستشفى، منها قسم الأطفال الخدج والذين يولدون قبل أوانهم، وقسم غسيل الكلوة، وقسم تصوير مقطعي أو ما يسمى بسيتي سكان. وأيضا يتم تزويد وحدة الطوارئ المركزية بالمستشفى بأحدث الأجهزة، وأيضا يتم افتتاح عيادة خارجية للأسنان وتجهيزها بأحدث الأجهزة العصرية. وتطرق أيضا الدكتور أحمد أسكر إلى خطط واستراتيجيات التي تعمل عليها إدارة المستشفى من أجل دفع مستوى الصحي والخدمات التي يقدمها المستشفى. وتحدث المدير دار المالية بالمستشفى بكلمة أشار من خلالها إلى خدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين والمرضى في سومالاند، وشرح مطولا خلال حديثه أهمية أقسام التي يتم إضافتها إلى المستشفى. وتحدث مجموعة من المرضى في المستشفى شكر من خلال كلماتهم حكومة سومالاند وإدارة المستشفى العام بالعاصمة هرقيسة على مجهوداتهم العظيمة. شارك النائب عمدة مدينة سيلع سعادة سعد طاهر إيقي ومرزق وزارة الشباب والرياضة بإغليم سلل محمد علمي وأعضام المجلس المحلي شاركوا في اختتام دورة كرة قدم بمدينة سيلع. شارك النائب عمدة مدينة سيلع سعادة سعد طاهر إيقي ومرزق وزارة الشباب والرياضة بإغليم سلل محمد علمي وأعضاء المجلس المحلي بمدينة سيلع ومسؤولي وضيوف شرف آخرون شاركوا في اختتام دورة رياضية بكرة القدم نظمتها المجلس المحلي بمدينة سيلع تابعة لإغليم سلل، حيث سميت هذه الدورة الرياضية تحت عنوان كيفية تطوير بإغليم سلل. وتحدث في البداية مرزق وزارة الشباب والرياضة بإغليم سلل سعاد محمد علمي بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية هذه الدورة الرياضية وأهمية الرياضة للشباب. وتحدث بكلمة كل من نائب عمدة مدينة سيلع سعد طاهر عقه وأعضاء المجلس المحلي بمدينة سيلع مسؤولون آخرون أشاروا إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات الرياضية للشباب للحيلولة دون الهجرة القيا الشرعية التي أصبحت منتشرة بين الشباب والتصدي إلى العادات السيئة والمخدرات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية لهذا المساء، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا مني ومن فريق العمل أضيب المنى، وإلى اللقاء.